ينضم معنا من عمان الأستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك أستاذ عمر. بداية، الإحصاء الأخير لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين يورد اعتقال 957 معتقلا في شهر تشرين الثاني الماضي، بزيادة حالات الاعتقال عن الأشهر الماضية. ما الداعي يعني لحالات الاعتقالات هذه، والحكومة يعني قالت إنها قد أنهت حربها مع تنظيم الدولة؟ نعم، يعني هذه سلسلة الاعتقالات بعد انتهاء الأعمال العسكرية في محافظة نينوى وغيرها من المحافظات، وتدعي الحكومة أنها تجري هذه الاعتقالات بأنها الحرب على الإرهاب، وبحقيقة الحال فإن هذه الاعتقالات ليس هي كما يدعى لها، وإنما هي سلسلة من الإجراءات الانتقامية والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها هذه القوات الحكومية ومن معها من الميليشيات، حتى تقوم بتخويف وتفريغ بعض المناطق من سكناها، وتبدأ بعملية تغيير ديموغرافي حقيقي لهذه المناطق. هذه الإجراءات هي جزء من مخطط إقليمي ودولي للمعتقلين وخاصة المدنيون في هذه المحافظات، وتقوم هذه القوات الحكومية بتنفيذ هذه الإذن الخارجية حتى يتسنى لها مباركة الدول الإقليمية لها، وبالتالي تجري هذه الاعتقالات على قدم وساق ضد المدنيين بهدف ترويعهم، وبالتالي تقوم على تفكيك المجتمع العراقي من خلال هذه الاعتقالات التعسفية. يعني ما المبرر لحدوث حالات قتل أثناء حملات الاعتقال من وجهة نظركم؟ هذه حالات الاعتقال عندما تعجز الحكومة في تنفيذ خططها وبممارسة أو عجلة الحرب للمناطق هذه، تقوم بعمليات الإعدام الميدانية وتقوم بعمليات الاعتقالات، وأيضا تكتظ السجون بهذه الحالات جراء الإهمال المتعمد التي تقوم به القوات الحكومية والميليشيات، حتى تعطي دافع أكبر حتى تتجرأ هذه القوات الحكومية إلى أبعد من ذلك عندما تغفل القانون وتغفل الإجراءات القانونية في المحاكمات العادلة وغيرها من الممارسات الحقوقية والقانونية، من خلالها أن تكون هناك إجراءات صحيحة سليمة لهؤلاء المعتقلين. فإذا كانت هناك إجراءات سليمة وقانونية ووجود أدلة يعني تبرئ هؤلاء، بالتالي يكون يعني مصير 99% من السجناء والمعتقلين في هذه السجون مصيرهم التبرئة والخروج من هذه المعتقلات. ولكن تقوم هذه الحكومة بالقتل العمد وبالإهمال المتعمد لهذه السجون، وبالتالي نرى الأعداد الكبيرة هنا وهناك في سلسلة الموت المحقق وفي سلسلة الاعتقالات التعسفية. أمام ما يجري، يعني كشفتم كمركز عراقي لتوثيق جرائم الحرب عن وفاة 7 معتقلين في سجن الناصرية المركزي من جراء التعذيب، يعني ما طبيعة التدخل الأممي المطلوب لإيقاف مثل هكذا جرائم؟ نعم، هذه ليست هي الحالة الأولى التي تقوم بها القوات الحكومية بقتل السجناء وبتعذيبهم، وهي يعني كما ذكرنا في البيان أنها يعني سلسلة من الحلقات التي قامت بها القوات الحكومية في المعتقلات في قتل المعتقلين وتعذيبهم. وحقيقة الإجراءات الحكومية الإجراءات الأممية عاجزة في تنفيذ هذه تبرئة المعتقلين وفي حمايتهم، وحتى الحكومة هي عاجزة في تنفيذ القواعد والقانون الدولي بما يمضي أيضا على هذه القوات الحكومية بتوفير أبسط مقومات الحياة للمعتقلين. مع وصول حالات الاعتقالات والتعذيب إلى هذا الوضع الخطير، كيف سينعكس من وجهة نظرك على الوضع الأمني في البلاد؟
نعم، يعني هو ينعكس سلبا على هذه الواقع المجتمعي، وينعكس سلبا على الأسرة العراقية ككل. وهذه الإجراءات كما قلنا هي بغية أن تتفكك هذه المنظومة الاجتماعية، وتتفكك المحافظات، وتتفكك القيم المجتمعية جراء هذه الممارسات اللا إنسانية التي تنتهجها القوات الحكومية. شكرا جزيلا لك أستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في بغداد.